في تركيا لقي 8 مرضى في وحدة العناية المركزة مصرعهم بعد أن شب حريق في مستشفى في إقليم بورصة غربي البلاد. وقامت فرق الإنقاذ بإخلاء 44 مريضا من المستشفى. ولم تظهر نتائج التحقيق ما إذا كان المرضى الذين لقوا حتفهم قد تسمموا بالدخان أو أنهم ماتوا بسبب انقطاع الكهرباء عن أجهزة التنفس الاصطناعي.